الرقص من حتى من قبل العصور الفرعونية موجود عندنا في بيئتنا المصرية في بعض الأماكن التي تعود إلى إنسان ما قبل التاريخ. الرقص عادة ما كان يمثل طقسا تعبديا كان بيقوم بها الإنسان للتقرب إلى الله. في العصور الفرعونية وضحت هذه الفكرة، فكرة الرقص في داخل المعابد والمعابد المصرية القديمة كانت بها جوقات للرقص والأداء الموسيقي أو العزف الموسيقي حتى تقدم طقوسا رقصية أمام التمثال المعبود أو تمثال الإله المعبود. اختفت فكرة الرقص داخل دور العبادة بعد ظهور الديانات السماوية، وخرج الرقص من دور العبادة إلى المجتمع أو إلى الشارع. ويمكن تتفرجي ده في صور المجاميع اللي بنشوفها في المخطوطات الإسلامية، نشوفها في المخطوطات القبطية، ونشوفها على جدران المعابد المصرية القديمة. حركات المصريين وخروجهم إلى الشوارع واحتفائهم بانتصار الإرادة المصرية على إرادة الإنجليز والاعتراف بسعد زغلول كزعيما للوفد المصري، وخرج المصريون يرقصون في الشوارع. شفنا في ثورة 52 بعد ما طبق جمال عبد الناصر العدالة الاجتماعية خرجت الناس في الشوارع تحتفل بالثورة وترقص، وبنشوف برضو في الأفلام التسجيلية بتاعتنا حشد الجماهيري اللي خرج استقبال موكب قادة الثورة 52. خروج الناس للشوارع احتفالا بمقدم حورس المخلص. هذا المفهوم، مفهوم المخلص عند المصري، هو الذي دفع بالجماهير إلى أن تخرج في الشوارع في حركات راقصة. إذن ما فعل المصريين ليس خروجاً على المألوف، ده هي دي طبيعة المصري إنه يفرح ويفرح بأداء حركة.
قد ذكرت لكم يا رفاق ان الاخت نوف عندها سر دفين، قولي لنا بقى ايه اللي انت محضره لنا. اللي محضراه في الحقيقه هو مفاجاه، مفاجاه غريبه وعجيبه، وممكن تكون عدت على فئه بسيطه من الناس من الشعب، بس مش كله فاهمها. بس انا كنت محظوظه جدا ان انا رحت وشفتهم، وده ليه علاقه بمزيكا المهرجانات برضو. مجموعه من الشباب قدروا يبتدعوا رقصه لوحدهم، هما في اعمار صغيره جدا ما بين 18 ل 24، ويغنوا ويرقصوا على الرقصه دي على مزيكا المهرجانات، وهي حاله غريبه جدا في الحقيقه. حتى اسمائهم كمان كفرقه غريبه، تلاقي اسمائهم العصابه برازيل، شاكوش، حاجات انا نفسي لما سمعت الاسماء ما كنتش فاهمها، بس لما نزلت وشفتهم اول مره اتخضيت من الاعداد ومن الشكل للناس، وما كنتش فاهمه في الحقيقه هم بيعملوا ايه. بس بعد كده لما اتكلمت معاهم وقعدوا يشرحوا لي هم بداوا ازاي، وان هم بيرقصوا من زمان، وان الرقص ده بالنسبه لهم مش بيعني بالمناسبه هو اكل عيش، هو هما بيحبوا الرقص. لما بيسمعوا ان في فرح في مكان بينزلوا عشان بيتجمعوا ينزلوا علشان يرقص. من غير فلوس. من غير فلوس. حتى في اطار المجاملات يعني. لو هما عارفين ان صاحبهم بيتجوز في فرح ممكن ما يكونش ليهم علاقه بيه او ليهم علاقه بقريب من بعيد جدا، هما بينزلوا علشان يرقص بس لمجرد ان هما بيحبوا الرقص. مش كده ظهر الستريت دانس زمان او حاجه كده في فتره، بس مش بالطريقه الفتره دي. مختلفه في حاجات كتير. مش كان اسمه كده ستريت دانسينج ولا حاجه كده، اللي هو البريك دانس، لما ابتدى الاولاد في الاحياء يجمعوا بعض ويعملوا ستايل رقص ويروحوا كده يخدموا على بعض يعني من غير ما تبقى مش في الاحياء مختلف. دي كانت فرق منظمه اكتر يعني، ما كانتش في احياء شعبيه وبينزلوا كده بشكل عشوائي يلا نرقص وهم من نفسهم هم يعني ما فيش حد يدربهم على الرقصه دي. انا ما فيش مدرب ممكن يدرب الرقص ده، ده يبقى صعب عليه كمان يعني. انا افتكر ان كان عندنا تجربه في فيلم وكان في اغنيه وكان لازم يتدربوا عليها، المدرب ما كانش عارف يدربهم لان هو حاس ان هم بيعملوا حاجه هو ما عدتش عليها وهو ما درسهاش ولا حتى اكتسبها كخبره. فالجميل في الشباب ده ان هم بيعملوا ده عشان هم بيحبوا الرقص بس لمجرد ان هم بيحبوا. هي رقصات كمان عنيفه في الحقيقه جدا يعني، اوقات ممكن توصل لمرحله من الازل اللي مش فاهمها، وده علشان طريقه رقصهم، طريقه لبسهم، استخدامهم للشماريخ. يعني الشماريخ دي حاجه مهمه جدا، النار دي حاجه مهمه جدا يعني، هي بتعلي المود عندهم يعني لما بيبداوا يرقصوا، فالموضوع بيفرق كتير يعني. فاللي مش فاهمهم واللي ما حضرهاش بس هي شماريخ هنا بناكلها لهم على طول قبل ما يخش يوم وكعنا ارقضوها قبل ما يخش. بلاش شماريخ. بس هي في الحقيقه تجربه يعني، بتقول لك ازاي المصريين يعني على مدار التطور مراحل كتير في حياتنا، احنا في كل مرحله عندنا يعني اثبات ان احنا بنحب الرقص وان احنا شعب اصلا بيحب يفرح ويحب ينبسط. يعني ده في اوقات بيتنافى جدا جدا مع شويه يعني ازدواجيه كده موجوده عند المصريين مرتبطه بعادات وتقاليد، وان حتى الرقص ما ينفعش الولاد يرقصوا، الشباب كسروا التقاليد والعادات اللي مرتبطه بالمجتمع، فدلوقتي الشباب بس هم اللي بيرقصوا الرقصات دي. لا لا لا، كله هنرقص، كله هيرقص دلوقتي. انت مش فاهمه، بس اسمعي تعالي معايا. خلاص يلا يلا، تعالي انا هدلعك، تعالي خلاص يلا 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 قومي. العصابة. خش وقف عشان ضيها، انا جاي لك اولع فيها. خش وقف
ايدك الاتنين تعرف تنزل تعمل صف تعرف تنزل وسط الدايره واختار لك حاجه من الاتنين اختار لك حاجه من الاتنين تتجنن في الحفله ما تقولش في مكان قافله